السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين. أنا النهاردة جايب لكم ساعة اسمها فولر أو هولر أو وهولر، معرفش بتنطق ازاي. ساعة جرماني، تمام، مصنوعة في ألمانيا. الساعة دي فيها ميزتين مش موجودة في أي ساعة، أو مش موجودة في الساعات الاعتيادية اللي احنا عارفينها، في الساعات الأوتوماتيك أو المالو، الحاجات اللي هي الميكانيكية اللي احنا عارفينها. الساعة دي أولا فيها حاجة اسمها باور ريزيرف، اللي هو مخزن احتياطي الطاقة. كلنا عارفين ان في الساعات الميكانيكية فيها حاجة اسمها تخزين طاقة، بس عايزين بس احنا نعرف ان الساعة دي مثلا لما بنقرا في الديسكريبشن او لما بنيجي نقرا مثلا في الفاتورة من البائع او من اي حد، يقول لك دي بتخزن طاقة 40 ساعة او 48 ساعة. يعني في الساعة لما بتقلعها من ايدك بتقعد شغالة لمدة 48 ساعة. فده بقى فيها اللي هو اسمه باور ريزيرف انديكيتور، اللي هو فيها مؤشر الطاقة. فدي ايه وظيفته؟ وظيفته انك بتبقى عارف الساعة بتاعتك فاضل لها قد ايه عشان تخلص منها الاحتياطي بتاعها، عشان تضطر انك تكوكها او تملاها من اول وجديد. ازاي الكلام ده؟ انا هقول لك ازاي. ان المؤشر اهو، المؤشر ده وصل لكام دلوقتي؟ على صفر. بمجرد هي بتشتغل بالحاجتين، بالاوتوماتيك، هي اوتوماتيك عموما، هي اوتوماتيك وفي المالو. فانا هملاها، بملاها اهو. احنا دلوقتي كنا عند الصفر اهو، ابتدت تطلع هي على عند الواحد، بعد كده ابتدت نص اهي اهي، ابتدى المؤشر يعلى 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 اهو. احلى ما فيها ان هي متقسمة لخطوط. خطوط دي ان هي 40 ساعة، ادي اول خط، ادي 1 2 3 4 5. لما تيجي تقسم 40 على 5 هيبقى في حدود مثلا حوالي مثلا قول 10 ساعات، مثلا قول 10 ساعات او 8 ساعات. يبقى انت كده عرفت انت مثلا كده انت مليت حوالي، هتقعد لك مثلا حوالي 16 ساعة او 18 ساعة بالتكويكة دي او اللي هي الملوي دي. لو مليتها تاني، احنا اهو دلوقتي اهو عند الاتنين، طلعها عند التلاتة، عاملة زي اللي هو تانك البنزين وبتملاها هيك، تمام. دي اللي هي فيها الباور ريزيرف انديكيتور، دي اللي هي بتقول لك انت فاضل لك كام احتياطي طاقة في الساعة عشان تقدر تملاها تاني او تبقى عارف هي رايحة فين. الساعة البيزل بتاعها او الاطار بتاعها سيراميك، حاجة كويسة جدا ونظيفة جدا. الساعة الظهر بتاعها سكيلتون او شفاف. الساعة، الحاجة بقى التانية بقى اللي في الساعة دي بقى ايه، يعني مش كل الناس تعرفها قوي وفي نفس الوقت مش كل الناس بتركز فيها. الساعة دي اسمها هاكابل. هاكابل يعني الساعة دي لما بتيجي تطلع الكراون ده اللي هو الأكرة، لما بتيجي تطلعها عمود الثواني او عقرب الثواني بيقف. طب ايه وبتظبط الساعة؟ لما يعني مثلا تيجي اهو، انا هطلعها اهو دلوقتي، الثواني اهو المفروض هو طالع على 50. لو جيت طلعت الاكره اهي وقفت هي عند 50، تمام. طب ولو دخلتها تاني هتشتغل. طب ايه فايده الموضوع ده؟ ايه فايده ان انا اطلع الاكره العقرب الثواني يقف، ادخلها العقرب الثواني يشتغل؟ ان انت حضرتك دي طبعا في الساعات العالميه، عشان كده انا بكلمك ان الساعه دي مميزه. ان في الساعات العالميه ان انت لما بتيجي تطلع الاكره لبره، عقرب الثواني بيقف عشان تاخد اعلى قرايه دقيقه للساعه. يعني مثلا وليكن انت عايز تظبطها على ساعه البيج بن مثلا، او مثلا ساعه معينه بس بالثانيه، فبتظبطها على الساعه دي. فانت عايز تظبطها بالثواني كمان، فانت بتستنى مثلا لحد مثلا ما تكون على الثواني مثلا وليكن رقم 30، وبتروح مطلع الكراون لبره او الاكرم، وتقعد تظبط الساعه معين او ما اعرفش ايه، تروح تظبطها مثلا وليكن هوب كده، وتروح دايس الثواني هيشتغل. دي ميزه كويسه جدا 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 في الساعه. الناس ممكن تفتكرها ان هي مثلا حاجه عاديه، بس صدقني لما انت بتهتم بيها جدا في حته الثواني والدقايق، الموضوع بيفرق كتير قوي. الساعه دي بتاخر بالظبط بالظبط 13 ثانيه في اليوم. انا عملتها اكتر من مره، 13 ثانيه. الساعه ضد الميه، مش ضد المياه قوي، يعني مش ضد المياه اللي انت تغطس بيها، تغطس بيها. الساعة اللي هي تنزل بيها عادي، قصدي يعني تتوضى بيها عادي او تغسل وشك كده، يعني اللي هي لاستخدام المياه العادية. الساعة محترمة جدا، اسمها فولر او هولر. يعني
يعني مش عايز اقول لك، وحجمها كمان كبير، حجمها حوالي 44 او 43، حاجه ضخمه جدا يعني، بس ما شاء الله جميله يعني. بس اسمها هولر او فولر، فيها الباور ريزيرف انديكيتور، دي عجبتني جدا. في حته اول ما اشتريتها كنت مش فاهم يعني ايه فايده المؤشر ده، لحد ما عرفت يعني ايه المؤشر ده. وكمان هنزل فيديو كمان ازاي بيشتغل المؤشر ده، ازاي بيشتغل باور ريزيرف انديكيتور ده، او الباور ريزيرف، او باور ريماخش، او باور ريماخش ده بالفرنساوي، او باور ريزيرف بالانجلش، او احتياطي الطاقه بالعربي يعني. اللي هو ده طبعا، كل ما تكوكها او كل ما تملاها، كل ما العقرب ده بيزيد معاك، كل ما بتقعد معاك اكتر واكتر. بس كده، وشكرا جدا.